أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أهم أخبار الاقتصاد. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة في أثناء تقريرها الشهري الذي أصدرته في الشهر كانون الأول الحالي أن 44 دولة منها العراق تحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء. هذا وقرر مظهر محمد صالح مستشار رئيس الحكومة بأن مشكلة المياه وكورونا وراء وضع العراق بالدول المحتاجة لمساعدة خارجية من أجل الغذاء. وقرر صالح بأن أزمة كورونا أدت إلى ازدياد أسعار الغذاء في العراق كثيرا، مبينا أن البلاد تستورد ما بين 60 إلى 80% من الغذاء من الخارج، مما أدى إلى تهديد الأمن الغذائي في العراق. وذكر صالح أن هناك أسبابا داخلية وأخرى خارجية تواجه العراق بتوفير الأمن الغذائي الداخلي، تتعلق بنقص المياه والشح الذي يواجهه العراق من جراء سياسة إيران المائية. حددت وزارة الكهرباء الحالية مبلغ 20 مليار دولار من أجل الوصول بالطاقة الانتاجية إلى 54 ألف ميجاوات. وأكدت الوزارة أن حاجة البلاد من الطاقة تقدر ب 35 ألف ميجاوات سيتحقق منها إن توفرت المقومات 28 ألف ميجاوات في أثناء الصيف المقبل. وذكر الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي أن هذه الخطة من الممكن أن تسهم بإنجاح ملف الكهرباء بشكل نهائي، لا سيما أن معطيات الوزارة للتعامل مع هذا الملف قابلة للتنفيذ إن توافر الدعم المالي وعلى مراحل. أعلن المجلس العالمي للذهب أن البنوك المركزية للدول اشترت كميات قليلة من الذهب في غضون شهر واحد، على حين حافظ العراق على مركزه العالمي. وذكر المجلس أن العراق حافظ على مركزه العالمي 39 للشهر الخامس من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، لتبلغ حيازته من الذهب أكثر من 96 طنا، وهي تمثل نحو 9% من باقي احتياطاته الأخرى. وأوضح أن العراق حافظ أيضا على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان. أعلنت غرفة التجارة الإيرانية أن حجم التجارة مع العراق ازداد بنسبة 17% منذ شهر آذار من العام الحالي ولغاية الآن. قال يحيى آل إسحاق رئيس غرفة التجارة إن العراق يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم العلاقات الاقتصادية مع إيران، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد 13 إلى 14 مليار دولار، مؤكدا أن لدى طهران عقد تجاري تجاريا بقيمة 20 مليار دولار تريد تنفيذه مع العراق. ازدادت أسعار النفط بعد انتعاش يقترب من 5% في اليوم السابق مع انحسار المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون على الطلب العالمي على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا لتصل إلى 73 دولارا و70 سنتا للبرميل. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولارا و28 سنتا للبرميل، مرتفعا 70 سنتا بناء على مكاسب بنسبة 4.19 درجة في الجلسة السابقة. أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي بالدولة لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل. فقد ذكرت الحكومة أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يؤمن تطابق أيام التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، مؤكدة أن اعتماده هذا سيدعم القطاع المالي وسيعمل على موائمة أيام العمل في البورصات وأسواق المال والبنوك العالمية. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.